رجل قلبه معلق بالمساجد، ما شاء الله، ما يرتاح ولا يطمئن إلا في بيوت الله. الله أكبر، لأنه وصل إليه هذا الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم أن قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، يعني التهجير إلى المساجد، إلى التهجير يعني التبكير إلى المساجد. ووصل إليه أيضا خبر الرسول صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وصل إليه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رجل قلبه معلق بالمساجد، ما يرتاح ولا يطمئن ولا يهدى باله إلا في بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال 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 لا تلهيهم تجارة ولا بيع ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة.